نور اسمك حبيبتي المخطوط هالشاعر ساكن بوجدان رسمك مو شعر يكتب عقيدة ويشعر بشعر يا ندم. أعزائي مشاهدي قناة الإمام الحسين عليه السلام، ها نحن وإياكم في برنامج قصائد حسينية. نستضيف في كل حلقة من برنامج قصائد حسينية أحد شعراء المنبر الحسيني من شعراء محافظة ذيقار، وها نحن اليوم نستضيف شاعر من هذه المدينة كتب لأهل البيت عليهم السلام، ألا وهو الشاعر عباس العباد. أهلا وسهلا بك في هذا البرنامج قصائد حسينية، ونحاول في هذا اليوم وفي هذا اللقاء أن نتعرف على عباس العبادي والقصيدة الحسينية، فأهلا وسهلا مرة ثانية. أهلا وسهلا بكم وقناة الإمام الحسين، يا مرحبا. السؤال التقليدي، كيف بدأ عباس العبادي مع القصيدة الحسينية وليس مع الشعر الشعبي؟ هو أكيد القصيدة الحسينية، في تعرف أجواء الحسين سلام الله عليه بذيقار بالذات، وسوق الشيوخ التي تمثل كربلاء الصغرى، كما تسمى كربلاء الصغرى، سوق الشيوخ مدينة حسينية، مدينة للشعائر الحسينية فيها أجواء خاصة جدا، فهي تؤثر على كل شخص عاش في سوق الشيوخ، وكل شخص طبعا يتأثر، المرء يتأثر بمجتمع، المجتمع في إذن البيئة اللي عاش فيها عباس العبادي هي بيئة حسيني. من محبي طبعاً. الإمام الحسين أكيد. عليه السلام، والعراق العراق أجمع بيئة حسينية. ماذا نبدأ مع هذا الطريق الجميل، طريق الإمام الحسين عليه السلام والله، ومفرداتكم طبعا الشعر الشعبي كمفردات دائما نجدها عذبة، ولكن أجمل العذوبة تصير عندما تكون أو تكتب لأهل البيت عليهم السلام. مؤكد الحسين سلام الله عليه هو العذوبة بذاتها. سأبدأ لقمة الهرم لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه. إذن أنت والقصيدة والمشاهد الكريم. علم طبقات جفنك للمدامع باب يشبه قلبك الما يوم سديت، على ساحل جفوفك لليتامى بيوت، وجفنك حارس بكل باب خليت، لأن ما ظل يتيم بعصرك بلا ثوب، جبت بيدك يتيم الثوبك قطيت، على روحك نمت ويتامك على فراش، وعلي يمك غفى وبالسهر غطيت، بدموع الأرامل شفت موجة جوع، جبت مركب خبز بالدمع رسيت، صنت ماي الكرامة بقصة المحتاج، خفتي جدي رحت الكفة جديت، وزفيت الخبز لشفاف كل جوعان، والحلق المنية الجوع زفيت، بيتك بيت فقرة وكان قلبك باب، لكن باب أكبر من حجم بيته، شافك منقطع محبسك عد عيون، غمز للسائل وشاورك وطيته، ونمت بفراش اخوك وفز خيالك بيك، سلحت وحرس ويطاها مشيته، وسيفك بالحرب اذن اذان الموت، وضيت جثث وارواح قريته، اجا خيبر الكفك دق عليها الباب، خافك توجع لو رحت دقيته، وسويت ببدر بالروس شحت روس، وثوب ارواحهم عالسيف شريته، معاغد روسهم بزنود ذو الفقار، وكف بدمهم بكل حرب حنيته، رماد ارواحهم وشفاف سيفك ريح، طشرت على كبر القاع ذريته، ذو الفقار رحى وروسهم محصول، عبيت الزلم والسيف فريته، علي 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 ويوم بنود هل من منازل صاح، هبت كفك السيف وقوة قضيته، لقمة العامري والسيف ميت جوع،
كضيت لحم وعظام ذبيته، نسى سيفك قرابة بكثر خطل الروس، مدري انت بكثر ما شلت نسيته، مدري انت بكثر ما شلت نسيته. أحسنت وطيب الله أنفاسك على هذه القصيدة الجميلة. شكرا جزيلا. هناك حلم لدى عباس العبادي، والحلم تحول إلى قصيدة وإلى مفردات بحق أهل البيت عليهم السلام، وحسب علمنا إنها لأبا الفضل. صحيح. ماذا يقول عباس العبادي بحق أبا الفضل العباس عليه السلام؟ غفيت وبالجفن شجت جيوش وخيل، حلم طشر أحلام المنتج عليها، شجت والملامح تغرف من الريح، ونشغ دخانها وفترت رحيها، ومالت والحرب كل ما يغير تميل، وعدل سكانها وارتجوا البيها، وطفح صوت الخدر طفحة المهرة بريح، مترب من يمر بالنار يشويها، وقف مهرتك راقي الخيام انشال من كثر الهوى الغرفة النرجليها، وقف وقفة الدين بعين أبو الحسنين، عفرنا البالعرين تريد يحميها، ورد والنهر يشتر بالزلم والخيل، وكظمتونها ودنقي حاجيها، ها زين بحمولك ثقلا وتبجين، خفن وانا اخوك الدمعة مسحيها، شنو حمول الحرب تثقل وانا العباس، ساعة ويوصلك للخيام طاريها، انا ابن الشال هن حدمان ترسن غيم، لشيل حمولها وحمول اهاليها. قامت والضوى الخضر بصفها يطول، صار بطولها وجلل معانيها، قالت للحرب مشعل وصدرك نيل، يعلى عنانها وصدرك يطفيها، احكي لبروحتي ويا الموش خوش ازلام، جلت غيرتك عم ذكر ساميها، دنق والدرع قطع زرار الغيظ، وشبقها وصاح لا وعيون شفنيها، وجر سيفه وبهل جفن وتبدى الطيف، صور شربت رسوم الما مراويها. ما زلنا متواصلين معكم ومع ضيفنا لهذه الحلقة الشاعر عباس العبادي. نستمر أستاذ عباس معك في هذه القصائد العذبة بحق أهل البيت عليهم السلام. قرأت للإمام علي عليه السلام، وقرأت للإمام العباس عليه السلام، وقرأت للسيدة زينب عليها السلام. حتى المشاهد ما يرتوي من القصائد، يعني كل ما نقرأ الرادود يقرأ أو الشاعر يقرأ، يحب المشاهد أو المستمع يحب بعد قصائد حسينية، لأن إيش ما نكتب لأهل البيت عليهم السلام ما نوفي بحقهم. إذا نستمر معك بهذه القصائد الجميلة، وماذا تقرأ؟ أقرأ للحسين سلام الله عليه. سلام الله عليه. في الوقت الذي يلفظ فيه الطف آخر أنفاسه، يزيد بن معاوية لعنة الله عليه رأس النفاق على مر العصور، يحاول مساومة الحسين عليه السلام بالمال والملك والمنصب، ولكنه بأبي وأمي كان كأبيه، وكأني به يقول لا تساومني بملك، وأنا الحسين اللاذت الدنيا بكبرها بصايته، ولا تغرني بمنصبك وانا بنبوي، الماثل انفاس المناصب غايته، الله انا لو محتاجه ما دنق عليه، شلون ادنق وانا موش بعاسته، الموت بالعز مالحي نقط حياه، ما اذل وعيش تذل باهته، انا اخو العباس ابو السيف الثجيل المالقط لون المذله برايته، هذا انا كنت اصيحا عفي اخوي، بيوم من العباس سوى سوايته، الموت حق الموقف اللي يصنع رجال، الموت حق الموقف اللي يصنع رجال، ارفضوا كل من يموت بساعته، شلون ادنق واشرب من الذله ماي،
وباكر تهلهل وراي الشامتة لا وداعت ضحكة عيون الرضيع وحسرة ظلت عليلة مناهته منحكي كل مسجيها لا تعطش وراي وتذبل وينقال كل ما وفايته لا يبن مضاغة تشبود الرجال مو شبسكين اللي يرد بحكايته يلتفع لضلوع دخان الرماح واثبت بغمق الرماح الثابتة مننزف تطيح الزمر والذاريات المصحف اللي ينزف تطيح كتابته انا ضحكت مستحى وشهقت غريج وراس ما دنق على الذل هامته كنت انام بين حيدر والفقار وفوق تلتم الضعون الشاته ابن ابو السيف الكل الروس التفور الما يجرب للنحور البايته ابن ذاك الشال خيبر بين ديه وركس بصدر الملاحم ثايته يعرق ويسجد درع حد ما يفيض وسبحت بضلوع نبتة لامته انا رباني علي الياه ابوك اللي يلعب ويا الكاس ذي لعمامته انا اخو القران وابن النيرين وانت ابن بحر الفشل وشالته انت تجفل لو عثر بدنك صهيل وانا تخنب لو خزرت العادته انت روح الباغيه وريحه حرام وانا روح المصطفى وريحانته ينشف بحضن الضوى ويطين ديه وارفع متون الشمس للكاته من نضح صدري من نضح صدري السدر خضر وراي من نضح صدر السدر خضر وراي ومنصيح الشيل عرشك غارته تسكت قبال السيوف من الرعيد وترعد بكف المناية الساكتة رمحي يشهد للبريج البرقاب ما منيشن لعلى تجفى وفالته أفح وتهب الجحيم تلم شرار وانهت مالك يفك طلاقته ما يثمن هزة ايد المال راي ما تزعزعني ما تزعزعني بلميض المرهفات يم ذو الفقار تبرد شارته ما يثمن هزة ايد المال راي امنيه زقبال السبع سبابته ولا تقل الماي وتذكرني بيه الخاين الماصان عهد ولايته الماي تابوت السواجل بالتراب خاني وشال التراب جناسته اش ذلت الشال التراب جناسته وفقك الله وأحسنت على هذه القصائد الجميلة الله يحفظك الله يحفظك أستاذ عباس نستمر معك ولكن لنترك لك الاختيار ونتركك مع المشاهد بجرف حيدر لمعتي وعوجر المحار بجرف حيدر لمعتي وعوجر المحار ونشف رحم الليالي ويبس وتفطر ووقف بعيون طيفك سالفة خرسان توصل للحلق وبساعة تتبخر لا تشف اللسان يلوح معنى الطيف ولا عرف الطيوف شلون تتأشر عرق طيفك بعين بكثر ما مخنوق مثل النار كل ما تختنق تحتر على باب الجفن فارس بغير جفوف عن طيفك حشى العباس يتأخر يبست من العطش والطيف يطلق بيك وبعيون الفرات اللي يبسك خضر وكسرة وخاطرك كسرة ضلع منخور مثل ما بالصدور الماي يتكسر وصدعه وقلبك وسيل المواقف فاض الشمس كل ما انصدعت نورها الطشر يدرونك جبل وبنارهم لسعوك الحجر كل ما تلسع النار يتحجر تساميتي بكبر ما رادوا الزغرين جرح كل ما كلت سكينهم يكبر شربت الطفوف من العطش تاريخ مالح بالضمير الشايل تغزر وضحكت من النصر بسنين مثلومات مثل ما بالخواصر يضحك الخنجر زينب ندهت وفز واستعد عباس وتبدت جربة عيون على طرواها تنزع صوتها بمحرابها من تقوم بس هالمرة جابت صوتها وياها ومحنية مثل حنية الضلوع الماي إذا عرضت لصخرة وصعد فوقها
آنختك وتدرب عادة النزوان من الضيج بس اخوتها تنخاها أبيض من علي شفاف اليتام البيض شرب منها العطش والوانها خفاها قالت للعطش وانقطع انقطع نحر الصوت وفزعت غيرته وعباس ما شاها ركب بالسيف وابحر والمناية شراع وعلى حظها الرد الفرسان بتشاها على كل راس طبرب غمق نهر النيل وسفن موت على راق الروس مشاها السيف يعرف رايه ويفتهم معناه مثل ما كان حيدر يفتهم طاها مثل قصة علي ويكرم علي من الجيش هيج قلوبهم بالخوف جواها شاف اعمارهم جربه بحلقها سنين شدوا راسها وعباس بداها. في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا الا ان نتقدم بالشكر الجزيل الى ضيفنا الكريم الأستاذ الشاعر عباس العبادي، شكرا جزيلا. شكرا لكم وشكرا لقناة الإمام الحسين الفضائل. وفقك الله وإن شاء الله هذا الطريق وطريق الإمام الحسين سائرين فيه أنت والرواديد وخطباء المنبر ولا يثنينا أي ناعق. إن شاء الله. أعزائي المشاهدين شكرا لكم وإلى حلقة أخرى من برنامج قصائد حسيني. عبتي المكتوب هشاعر ساكني بوجدانر اسمك مو شعر يكتب عقيدة ويشعر بشعر يا ندمك